التغطيه الاعلاميه ديال العالم 24. ومرحبا بكم في جامعه سيدي الزيازي. اليوم نتواجدوا في المهرجان الثالث للتبوريضة في جامعة سيدي علال التازي. هذا المهرجان اللي تيعرف واحد المشاركة ديال واحد 50 صربة، يعني على ما يقرب واحد 900 على ما يقرب واحد 900 ديال الفرسان. كانت استعدادات، كانت واحد اللجنة مختلطة من الأعضاء ديال المجلس مشكورين اللي صراحة بذلوا واحد المجهود كبير للترتيب لهذا الاستعداد لهذا المهرجان. الحمد لله المشاركة مع العدد ديال الصربات، مع العدد ديال الناس اللي هما توافدوا، كاين عدد كبير اللي خدا واحد استحسان كبير واحد بالنسبة للإقليم ديال القنيطرة. هذا المهرجان تيصب في البرنامج عاما اللي تتسطروا المجلس في المجال الثقافي، لان كاين اوراش بالنسبه للبنيه التحتيه، ولكن دائما تيبقى التنميه البشريه في المسائل الثقافيه مهمه. وهذا التراث تراث كبير، تراث اللي معروف بالنسبه للاقليم ديال القنيطره ولا الغرب. دخلنا فيه غيكون تا يعني واحد الفرقه ديال الهيت الغرباوي، حتى هو غادي يكون ان شاء الله غدا يوم السبت. هادشي كامل يعني للترفيه والناس. تنعرفوا المنطقه ديال سيدي علال التازي تتواجد يعني واخا يعني شبه حضري، ولكن تتواجد في العالم القروي، وتبقى هذا العالم القروي للنساء للرجال، تبقى هذا هو يعني باش هما يحاولوا حتى هما يخرجوا وليداتهم، لان المتنفس الوحيد اللي تيبقى بالنسبه للعالم القروي. وتنتمناو ان شاء الله نكونوا على حسن الظن الجميع، على حسن الظن هذه الساكنه، على حسن الظن الصربات كاملين المشاركين، ودوز الامور بسلام وشكرا. الاسم ديالي الشجار منصور بدوار ولاد شكر، جماعه ولاد سلامه، اقليم قنيطره، جمعيه وليد للفرنسيه والتقليديه. حنا هاد الموسم ديال الخيول شديناه من جدودنا، بقات عندنا من جد الجد، بقينا تابعنا التراث، ما بغيناش نحيدوها، بقينا تابعنا التراث وتابعنا العائله ديالنا وتابعنا الخيول مزيانين، وتنبغوا نقصروا في الموسم. من تنسمعوا شي موسم حنا بالفرحانات علينا، ملي تنشدوا حنا دابا تقولنا الموسم راه نهار 25 شهر 9 او 25 شهر 10، تنبقاو نفرحوا بواحد الشهر ديال الايام. لا حنا ولا وليداتنا، اولادي الدراري الصغار هما معايا، دري عنده 10 سنين هو تابعني من ولبر حسام حمو، وعندنا الدراري الحمد لله ولاد عمنا ولاد عائلتنا معمر معانا. حنا تقريبا تبارك الله عندنا واحد 16 عاود عائله وحده، حنا ولاد عمي في ولاد خالي في ماشي نقولوا بعد بعضياتنا، الحمد لله الله يجعل البركه، وما خصنا ترزق الحمد لله مع هاد الخيول، والله لا رزقهم.